أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وإلى هذه النافذة التي تفتحها قناة أونلايف من هنا من مكتبة الإسكندرية نطل منها على أبرز المستجدات على الساحة المحلية والعربية والدولية. حسمت موسكو أمرها إزاء مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي نهاية الشهر المقبل وعلاقته بمفاوضات جنيف، بحيث يقر المشاركون بتشكيل اللجنة الدستورية في سوتشي مع احتمال عقد أول اجتماع لأعضاء اللجنة تحت مظلة دولية في جنيف. ولكن اللافتة هو أن الجانب الروسي متمسك بأن يوقع الرئيس بشار الأسد مرسوم تشكيل اللجنة الدستورية، وهو ما ترفضه المعارضة جملة وتفصيلا. فمنذ بدء الحديث عن الحوار السوري اختلف مكان حصوله بين القاعدة الروسية في حميميم أو مطار دمشق الدولي، كما اختلف الرأي له من وزارة الدفاع الروسية إلى شراكة بينها وبين وزارة الخارجية الروسية. ولكن الثابت لدى موسكو أمران: الأول شرعية سوريا وتوفير أكبر قاعدة سياسية وشعبية من المشاركين، والثاني شرعية دولية بمشاركة الأمم المتحدة وربط مخرجات المؤتمر بعملية جنيف والقرار رقم 2254. يبقى التحدي الأكبر أمام روسيا هو التواصل مع واشنطن إلى حل يبقي على وحدة سوريا ويكفل لواشنطن وحلفائها حصة من النفوذ السياسي والاقتصادي والحماية الأمنية. أعرب رئيس تيار الغد السوري المعارض أحمد الجربة عن اعتقاده بأن حضور الأمم المتحدة وبعض الدول الإقليمية مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي سيكون مفيدا وسيؤدي إلى إنجاح المؤتمر. المزيد حول المخرجات المتوقعة لمؤتمر سوتشي في هذا التقرير. مع قرب حدوث انفراجة في الأزمة السورية المستعرة منذ عدة سنوات، تتعلق الآمال على مدينة سوتشي الروسية التي من المقرر أن تستضيف مؤتمر الحوار الوطني السوري الشهر المقبل. المفاوضات السورية السورية في سوتشي من المقرر أن تسلط الضوء على الوجود الروسي في سوريا، وخاصة بعد أن وافق مجلس الاتحاد الروسي على وجود دائم لروسيا في قاعدتيها الجويتين بطرطوس وحميميم. 40 جماعة سورية معارضة رفضت المشاركة في مؤتمر سوتشي، مدعية أن موسكو تسعى للالتفاف على عملية السلام التي تجرى في جنيف برعاية أممية، ولا تمارس ضغوطا كافية على الحكومة السورية للتوصل إلى تسوية سياسية. مراقبون للمشهد يؤكدون أن موسكو حسمت أمرها بخصوص مخرجات مؤتمر سوتشي، بحيث يقر قرابة 2000 مشارك بتشكيل لجنة دستورية مع إمكانية عقد أول اجتماع في جنيف تحت مظلة دولية، في ظل تمسك الجانب الروسي بأن يوقع الرئيس السوري بشار الأسد مرسوم تشكيل اللجنة الدستورية. الحكومة السورية تمسكت في وقت سابق بالموافقة على اللجنة الدستورية على أن تتم عملية الإصلاح الدستوري عبر البرلمان الحالي، وانطلاقا من دستور 2012 مع الاستعداد لانتخابات برلمانية مبكرة العام المقبل دون انتظار موعدها في 2020 ورفض الانتخابات الرئاسية المبكرة. كل هذه الشروط تنتظر انعقاد مؤتمر سوتشي لتخرج للعلن بشكل واضح. الأيام المقبلة ستوضح المراحل المقبلة للأزمة التي باتت تتجه إلى حلول سياسية، وبعد أن فرض الواقع على الأرض نفسه على اللاعبين كافة.